أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة، موضوع الحديث في هذه العشية المباركة، نرجو من الإخوان الهدوء إن سمحتم. موضوع الحديث أيها الإخوة في هذه العشية الطيبة المباركة عنوانه التربية القرآنية. هذا الموضوع، موضوع التربية القرآنية، موضوع هام جدا قد غفل عنه المسلمون ونسوه. نسي المسلمون القرآن ونسي المسلمون معاني القرآن وهجر المسلمون القرآن وأضاعوا بذلك تربية القرآن. الذي نتمنى أن نصل إليه أن نعيد هذه المعاني إلى نفوسنا أولا وإلى نفوس المسلمين ثانيا. الذي نتمنى أن نصل إليه ذلك التأثير الكبير الذي كان لكتاب الله في نفوس المسلمين. سيد قطب عليه رحمة الله يقول: لقد كان إيمان الذين آمنوا برسول الله عليه صلوات الله وسلامه، كان إيمان أكثرهم بهذا القرآن. ويضرب لذلك أمثلة عمر بن الخطاب حينما قرأ جزءا من سورة طه من كتاب الله، قال: ما أحسن هذا الكلام، ودخل هذا الكلام إلى قلبه فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. كان لهذا القرآن أثر عظيم في النفوس، كان أثره في نفوس المشركين، كان يؤثر في نفوس المشركين، فكيف كان يفعل بالمؤمنين؟ كان له فعل في المؤمنين عظيم جدا. تعلمون قصة عتبة بن ربيعة الذي جاء إلى رسول الله عليه صلوات الله وسلامه وقال له: يا محمد، إني أعرض عليك أمورا لعلك تقبلها فتكف عنا ما أنت فيه. فقال: قل. فقال: إن كنت تريد مالا جمعنا لك حتى تكون أغنانا، وإن كنت تريد سيادة سودناك علينا، وإن كنت تريد جاها أمرناك، وإن كنت تريد نساء زوجناك أجمل نسائنا. وإن كان هذا الذي يأتيك رأي من الجن طلبنا لك الطب حتى تشفى منه. فسكت عليه الصلاة والسلام وقال: انتهيت يا عم؟ فقال: نعم. فلما انتهى فبدأ عليه الصلاة والسلام يتلو عليه آيات من سورة فصلت، وعتبة يسمع حتى أمسك بفيه بفم رسول الله وقال له: أناشدك الله والرحم أن تسكت. ورجع إلى قومه بغير الوجه الذي ذهب فيه وقال لهم: سمعت من محمد كلاما والله ما هو بالسحر ولا هو بالكهانة، اسمعوا مني ودعوا محمدا وشأنه. فقالوا له سحرة،
وتعلمون قصة الوليد بن المغيرة الذي مدح القرآن أيضا. أيها الإخوة، كان للقرآن تأثير عظيم، وليس للقرآن تأثير في قلوب المسلمين، وليس للقرآن آثاره التي كانت تتجلى بأعمال المسلمين وصفاتهم. أيها الإخوة، موضوع التربية القرآنية ذو فروع. ماذا أنتجت هذه التربية في قلوب المسلمين الأولين؟ ما هو المراد بهذه التربية؟ ماذا فعلت هذه التربية في نفوس أصحاب رسول الله؟ ماذا أنتجت؟ ما هو موقفنا نحن اليوم من التربية القرآنية؟ هذه المواضيع يجب أن نفقها ويجب أن ندركها. أريد أن أروي لكم رواية يرويها المحلى، صاحب المحلى ابن حبيب. يقول عمر رضي الله تعالى عنه في مدينة رسول الله أرسل بعثة سرية لكي تغزو في سبيل الله، ثم صحبهم في السيف مدة مرحلة وهو يسري وهو يمشي على قدميه. فلما وصلوا إلى مرحلة أناخوا واستراحوا، فقام إليهم عمر وقال: أتدرون لما صحبتكم؟ قالوا: نعم، أكرمتنا، نحن أصحاب رسول الله. فقال: نعم، هذه وشيء آخر، ستأتون أقواما لهم دوي بالقرآن كدوي النحل، لا تشغلوهم عن القرآن بحديث رسول الله، أقلوا الرواية عن رسول الله. ابن حزم يكذب هذه الرواية، لأنه يفهم أن المراد من هذه الرواية ترك حديث رسول الله، وليس هذا المراد. أيها الإخوة، المراد إعطاء القرآن المكانة الأولى، وانشغالك بالقرآن يومك كله، وانشغالك بالأمور الأخرى بالنسبة الضرورية. انتبه، هذا ما أراده عمر، لا تشغلوهم عن كتاب الله. فالنهي عن أن يشغلوهم عن كتاب الله ولو بحديث رسول الله. هذه نقطة مهمة. لماذا؟ لأن هذا الكتاب له تأثير، لأنه يصنع النفوس، لأنه يصنع من النفوس نفوسا تعلو فوق البشر، لأنه يصنع من النفوس نفوسا تبيع أرواحها في سبيل الله، تعيش لله. هذا القرآن هذا أثره. والذي حصل أن المسلمين هجروا هذا القرآن واشتغلوا بأمور أخرى. أيها الإخوة، أنا ألوم الذي يشتغل حياته كلها بالفقه ولا يعطي كتاب الله حقه. أنا ألوم الأستاذ الذي يشتغل حياته كلها بأصول الفقه ويدع القرآن فلا يعطيه حقه، وألوم الذي يشتغل بالنحو حياته كلها فتجده ليل نهار مشغول بما قال سيبويه وبما قال نطويه وبما قال الكوفيون وبما قال العراقيون، وهذا القرآن لا يعطيه حقه. عمر كان من الحكمة بحيث قال: لا تشغلوهم عن كتاب الله. هو لا يريد ترك الرواية بحال من الأحوال، لأن ترك الرواية أمر مكروه كراهية شديدة. لا بد من أن نروي حديث رسول الله عليه صلوات الله وسلامه حينما تجب الرواية. السنة خادمة لكتاب الله، مبينة لكتاب الله، مفصلة لمجمله، مقيدة لمطلقه،
مبينة له، فلا يجوز أن نغفلها أبدا، ولكن شأنها شأن الفرع مع الأصل، وشأن الخادم مع المخدوم، فيجب أن لا تركز بها. يجب أن يكون القرآن له المكان الأولى، القرآن له المكان الأولى، وهكذا كان القرآن، كان القرآن هو الذي يشغله. تقسيمنا في مدارسنا وفي معاهدنا، هذا التقسيم الذي تعرفونه هو خطأ، لا ينتج التربية القرآنية المطلوبة، ولكنه يعطي القرآن جزءا ضئيلا من الاشتغال به. ولو كان الأمر إلي لجعلت القرآن هو موضوع الدراسة في اليوم كله. في الفقه يأخذ النص من القرآن والحديث الذي يبينه، وفي النحو يشتغل في كتاب الله، وفي السيرة يرجع إلى كتاب الله فيقرأ، وهكذا يكون القرآن هو الشغل. إن للقرآن سحرا، إن للقرآن تأثيرا بليغا. أنا حينما أتكلم، حينما أسرد، حينما أتلو آية من آية من كتاب الله، تشعرون بأن هذه الآية تهز قلوبكم. لو قرأت مثلا: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. حينما تسمعون هذه الآية، هذا الكلام غير كلام البشر. فيجب يا أبا دجانة أن يكون اشتغالك بالليل والنهار في هذا القرآن، وأن يكون اشتغالك في الأمور الأخرى كالاشتغال بالحاجة الضرورية التي تبين هذا الكتاب. ابن تيمية عليه رحمة الله في سجنه الأخير يكتب إلى ابن رشيد، يقول له: لقد فتح الله علي من معاني القرآن في هذا السجن، فتح الله علي من المعاني ما يتمنى كثير من العلماء أن يصلوا إليه، وإني لآسف على كل لحظة قضيتها في حياتي، آسف على كل لحظة قضيتها في حياتي كنت أشتغل فيها بغير كتاب الله. انتبه، وأنا والله آسف مثل هذا الكلام، وأعتقد بأني يجب أن أشتغل في كتاب الله. أنا أريد أن آتيكم بحجة الباب. أنا أشتغل في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس من شك أن هذا شيء عظيم، ولكن أعتقد أن هذا الشغل الذي أشتغله هو فرض كفاية، وهنالك فرض عين قد تركته أنا وتركتموه أنتم جميعا. ما هو فرض العين؟ أجمع الفقهاء جميعا من غير خلاف على أن العدو إذا وطئ ديار المسلمين فقد وجب النفير العام على المسلمين جميعا، شبانا وشيوخا، صغارا وكبارا، حتى يدفع العدو عن أرض المسلمين وبلاد المسلمين. إذن دفع العدو عن بلاد المسلمين فريضة، فريضة عين. إذا تنازعت فريضة العين وفريضة الكفاية، أيهما نقدم؟ نقدم فريضة العين. الجهاد واجب، ولكن الجهاد غير مستطاع. لماذا؟ ما هو السبب؟ لتفرق المسلمين ولتشتتهم ولضعف عقيدتهم ولضعف تربيتهم ولكذبهم ولانحلال أخلاقهم ولتمزقهم. ما هو الواجب؟ الواجب إعادة بناء الإيمان بالقرآن.
وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالاشتغال الآن يجب أن يكون بإعادة تربيته. الآن يجب أن نشتغل بإعادة تربية الإيمان. أيها الأخوة، ما من أرض من أراضي المسلمين إلا والمسلمون فيها معذبون، مشردون، يذبحون ويقتلون ويسامون سوء العذاب. ما من بقعة من بقاع الأرض إلا والمسلمون الآخرون يأكلون ويشربون ويضحكون والحساب ينتظر. هل هذا يجوز؟ الواقع هذا سببه ترك التربية القرآن. نحن لا نربي أبناءنا. أنا سأحاول أن أبين لكم بأننا لو ربينا أنفسنا وأبناءنا تربية القرآن لنشأ نشأ آخر، ووجد أناس آخرين غير هؤلاء الناس. سأحاول أن أبين هذا. أيها الإخوة، ماذا أنتجت التربية القرآن في نفوس أصحاب رسول الله؟ أنتجت شيئا هاما جدا، حب الشهادة في سبيل الله. فكان أحدهم يحب الشهادة في سبيل الله كما يحب أحدنا الحياة. كيف نتمسك بالحياة ونحرص عليها؟ كانوا يحرصون. هذا من آثار القرآن ومن تربية القرآن، حب الشهادة في سبيل الله. وبتعبير آخر، كانوا يريدون أن يحملوا رسالة الإسلام، أن يحملوا رسالة الإسلام ويبلغوها الناس أجمعين. كان في رؤوسهم هذا الموضوع، هذه الفكرة، أنهم يعيشون لحمل هذه الرسالة ولتبليغ هذه الرسالة. ولذلك اختلف الحال في عهد رسول الله عنه في العهود التي تلت، اختلف الحال اختلافا كبيرا. لقد ذكرت لبعض الإخوة بأن الجهاد تحول الجهاد. انظروا، في عهد الرسول كان لم يكن هنالك جيش نظامي بالتعبير الحاضر مأجور. كيف يعني؟ يعني لم يكن للدولة سجل معين لرجال امتهنوا مهنة الحرب. ماذا كان؟ كان الجميع يدعون فينفرون جميعا، فإذا تخلف متخلف عرف أنه منافق. لم يكن يتخلف إلا المنافقون. هكذا كان الشأن في عهد الرسول، وهكذا كان الشأن في عهد الخلافة الراشدة. ثم كان من بعد ذلك خلافة أخرى ونشأ جيش نظامي، وبدأ المسلمون يتركون هذا الواجب، يتركونه لرأي الخليفة الذي يرسل جيشه، وبقي عدد من المتطوعين يتطوعون في الجيش. أصبح الجيش تمليه الحكومة وتسيره الحكومة. تغير المعنى. المعنى الأول الذي كان في عهد رسول الله تغير، المعنى الذي كان في عهد الرسول والأصحاب انحرف عن ذلك المعنى إلى معنى آخر. بعض المؤرخين يقول هذا المعنى ويقول كان جنود رسول الله، كان أصحاب رسول الله كلهم جنود، لم يكن هنالك جندي وشخص آخر، وكانوا إلى ذا جانب كونهم جنودا يتعلمون العلم ويحفظون القرآن ولا يشتغلون بأمور أخرى. وأنتم تذكرون حديث أبي أيوب الأنصاري حينما برز رجل
في صفوف المسلمين من صفوف المسلمين إلى صفوف الأعداء. فصرخ بعض المسلمين وقالوا ألقى بنفسه إلى التهلكة. فقال أبو أيوب تؤولون الآية هذا التأويل حين معشر أصحاب رسول الله نزلت. حينما أعز الله الإسلام وغلب المسلمون أردنا أن نرجع إلى ضياعنا وإلى بساتيننا، فنزل وأردنا أن نفعل ذلك دون أن نذكره لرسول الله، فنزل قوله تعالى إيش أول الآية؟ لا، وأنفقوا في سبيل الله، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسن إن الله يحب المحسنين. فكان الإلقاء باليد إلى التهلكة الرجوع إلى المنازل. الحديث في سنن أبي داود يرويه أبو أيوب الأنصاري. إذن كان أصحاب الرسول كلهم جنود، لم يكن هنالك من يترك الجنود، كلهم كانوا جنودا حملوا أنفسهم ووطنوا أنفسهم على أن يحملوا هذه الدعوة ويبلغوها الناس جميعا. كانوا يحملون هذه الرسالة، ثم أخذ الناس يرجعون إلى منازلهم من بعد ذلك. والواقع كان هذا انحرافا كبيرا. أيها الإخوة، هذا الانحراف الأول. الانحراف الثاني، أخذ الناس يتركون الجهر بالحق. وكلمة الحق أيضا بعد الخلافة الراشدة. وهكذا بدأت المعاني تنحرف، وبعد ذلك أخذوا يشتغلون بالفكر وبالعلم الحلال والحرام، لأنهم يتقربون بذلك إلى الحكام وينالون بذلك المناصب الرفيعة. وتغيرت المعاني وانحرفت انحرافا كبيرا. وصحب ذلك ترك حمل الرسالة إلى العبادة. وأنا أذكر قصة الفضيل ابن عياض وأجدها شاهدا في كل حين. الفضيل ابن عياض ترك بغداد وجاء إلى مكة المكرمة ليعبد الله، فأرسل إليه عبد الله بن المبارك يقول له يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لرأيت أنك في العبادة كالعبد، عبادتك لعب. انصرف. انتبهوا يا المسلمون، تركوا هذه المعاني كلها وانصرفوا إلى معاني، انصرفوا إلى عبادة وتركوا الجهاد، انصرفوا إلى العزلة وتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في الحين الذي كانت البيعة فيه في العقبة الكبرى، آخر بند من بنود البيعة، وأن نقول بالحق أينما كنا لا نخشى في الحق لوم الحياة. أستاذ، بايعوا رسول الله على هذا، وضعوا يدهم في يد رسول الله على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله وأن نقول بالحق. هكذا يقول المسلم. إيش يعني؟ يعني وجدنا انحراف في أخينا، إذا سكتنا فنحن من الشياطين البكم، وجدنا انحراف في مسؤول كبير وسكتنا لا يجوز أن نسكت. الواقع هذه المعاني كلها انحرفت، وهي التربية القرآنية.
الآثار الأولى ضعفت في نفوس المسلمين، فتركوا الجهاد في سبيل الله. أنا أعتقد أن الجهاد في سبيل الله كان يشعر كل صحابي من أصحاب رسول الله بأنه يجب أن يجاهد وبأنه يجب أن يموت. انحرف هذا المعنى وأصبح يجاهد الأستاذ وأنا أجلس في البيت، لأن الأستاذ هو المكلف، أنا لست مكلف. هذا انحراف في المعنى، تغير عن المعنى الأول. لم يكن في عهد رسول الله مجاهد وغير مجاهد، كان الجميع مجاهد وكان الجميع يحملون هذه الدعوة، ثم تغيرت المعاني فأصبح اشتغال بالفقه وترك للجهاد. والاشتغال بالفقه ليس لإعلاء كلمة الله بل لغرض دنيوي بكل أسف، وأصبح الاشتغال بالدنيا وترك الجهاد، ثم ترك الأمر بالمعروف. وبعض الناس لجأ إلى العبادة مثل الفضيل بن عياض، وهو مخلص عليه رحمة الله، صادق، لأن هذا الرجل لم يرضى أن يأخذ هدية هارون الرشيد، فقال له سفيان الثوري خذها وتصدق بها، فقال لو سمعتها من غيرك، لو كنت أجد أنها حلال لقبلتها، فما دامت حرام لا أخذها ولا أتصدق بها. رجل صادق مخلص، لكنه أنا في اعتقادي ترك المعاني الأولى، المعاني العالية السامية المسلمون تركوها واحدة بعد واحدة وانتهى الحال، إلى أن أصحاب رسول الله كانوا يعتقدون أنهم جميعا جنود مجهزون غازون لتبليغ هذه الدعوة الدنيا بأسرها. انتهى بنا الحال إلى أن العدو يطأ أعناقنا ونحن ساكتون ونحن لا نستطيع أن نفعل شيء. تصوروا هذه النقلة والعياذ بالله البعيدة بدأت بهذا المعنى. أنا أعتقد لا يمكن الرجوع إلا بالتغيير. حينما تستقر المعاني القرآنية في نفوس المسلمين ينشأون نشأة، حينما يصبحون وهم معتقدون أن هذا القرآن هو كلام الله عز وجل وهو يدعوهم إلى أن يجاهدوا في سبيل الله وأن يربوا أنفسهم هذه التربية تتغير. أنا أعتقد أن اشتغالنا بهذه الطريقة، اشتغال الدكتور بالفقه وبأصول الفقه، أنا لا أقول يجب أن لا نشتغل بهذا، لا، فرض كفاية أن يكون هنالك مختص بأصول الفقه، وفرض كفاية أن يكون هنالك مختص بحديث رسول الله يعرف صحيحه من سقيمه، ولكن هنالك قدر مشترك من التربية القرآنية يجب أن يكون لدى الجميع. أنا ذكرت مرات عديدة هجر القرآن، نحن كلنا يصح علينا أننا قد هجرنا القرآن، كلنا ينطبق علينا هذا الفرض، هجر القرآن ينطبق. كنت أتكلم مع الأستاذ حماد، أستاذ حماد مشتغل بالحديث اشتغال طيب جدا جدا، فذكرت له كلام ابن تيمية، قال والله هذا صحيح، قال والله هذا صحيح، نحن اشتغلنا عن كتاب الله بغير كتاب الله. ما أدري، ربما يكون مقصود احد، المطلوب أن تشتغل بكتاب الله 9 أعشار وقتك، ويكفيك العشر
لما يخدم هذا الكتاب من بيان وتوضيح ومعرفة بالحلال والحرام. ولكن التسعة أعشار يجب أن تكون بكتابه بفهمه والتأثر به وللاقتداء بهديه والتنفيذ والعمل به وتبليغه. هكذا يجب. أنا أريد أن أقول أيها الأخوة، القرآن رب أصحاب رسول الله فأنشأهم نشأة الأمة. والأضرب المثال لأن المثال يوضح توضيح جيد. التربية القرآنية أيها الأخوة وحي من عند الله، فإذا كانت وحيا من عند الله فيجب أن تقدر قدرها. إذا كان القرآن كتابا من عند الله فهل يجوز الاشتغال بغيره؟ يجب أن يكون الاشتغال به حتى تعطيه حقه. أنا أضرب مثل ذلك، لو جاءني كتاب من جلالة الملك خالد لا أنام هذه الليلة، طيلة ليلتي أشتغل بالكتاب وأقرأ وأضع الحروف وأقول طلب مني أولا كذا ثم كذا ثم كذا ثم كذا. الأمر الأول الخطة إليه هي كذا، والأمر وأبكر في ذلك وأشتغل طيلة الليل. لماذا؟ لأنه كتاب من جلالة الملك. يا ترى هل أعطينا كتاب ملك الملوك؟ لا والله. ولذلك صدق علينا الهجر، صدق علينا أننا هجرنا هذا الكتاب. وأنا والله أعتقد أن هذا في نفسي أيضا، أعتقد أني أي أنا من الهاجرين لكتاب الله. كتاب الله يستحق فوقها وأكثر منها بكثير شكرا. فإذا كتاب الله وحي، كتاب الله هو الكتاب الأمثل في تربية البشر. لا يمكن أن يكون هنالك كتاب أمثل منه أو يدانيه، ولا يمكن أن تكون هنالك حكمة توازي هذه الحكمة أو تقارب هذه الحكمة. هذا الكتاب يريد منك أن تهب نفسك للذي خلقك، هذا الذي يريد منك أن تجعل حياتك أن تكون عبدا لا تملك شيئا، تفعل ما يأمر الله وتمتثل أمر الله. هذا الذي يريد منك أن تكون عبدا خالصا في عبوديتك. التربية القرآنية ليست تربية تختلف عن تربية الفقه، وتختلف عن تربية الصوفية، وتختلف عن كل الأخلاق التي يربيها ويدعو إليها المربون. أنت في الفقه تقول هذا حلال وهذا حرام وهذا حلال وهذا حرام وهذا حلال وهذا حرام، ولكن الله جل جلاله يمزج ذلك بدعواك إلى التقوى، ويمزج ذلك بدعوتك إلى خشية الله عز وجل. فإذا لم تقرن الحلال بأمر الله وبطاعة الله وبخشية الله يكون هذا الفقه جاف. يجب أن تمزجه دائما بالطاعة وبالخشية. الصوفية أرادوا أن يربوا أنفسهم في العزلة، والقرآن أراد أن تربي نفسك في الجماعة ومع إخوانك وفي الميدان وفي الجهاد وفي القتال. أنا أضرب مثال بسيط جدا، أصحاب رسول الله كيف ربوا حتى بلغوا أعلى درجات التوكل وأعلى درجات الصدق وأعلى درجات الزهد، ولا يمكن أن يصل أحد من الناس إلى ما وصلوا إليه بحديث رسول الله عليه صلوات الله وسلامه، لأن التربية التي ربوها تربية في الميدان في الجهاد. لو أردنا أن نقول نحن نريد أن نربي التوكل،
الصوفية يريدون منك أن تدخل الخلوة وتربي التوكل في الخلوة. القرآن يريد منك أن تجاهد في سبيل الله وتتوكل على الله، أن تقول كلمة الحق أمام السلطان الجائر وتتوكل على الله فلا تبالي. فقارنوا بين هذا وبين هذا. أصحاب رسول الله في هذه المدينة المشرقة في غزوة الأحزاب ظلوا شهرا كاملا في خوف شديد وفي هلع شديد، العدو من فوقهم ومن أسفل منهم في غزوة الأحزاب. حين قال يقول تبارك أسماءه إذ جاءوكم من فوق، نعم إذ جاءوكم من فوقهم ومن أسفل منكم وإذ بلغت القلوب الحناجر، نعم أيوة وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظن. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوق ومن أسفل وإذ زاغت الأبصار، انحرفت الأبصار عن مجراها الطبيعي وشخصت، زاغت الأبصار، بلغت القلوب الحناجر إلى هنا من شدة الخوف وتظنون بالله الظنون لأنكم بشر. 30 يوما بقوا على هذا الحال، وبعد ذلك ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. هذه تربية عملية. إيش يعني؟ يعني أنت تمارس التوكل على الله بالفعل وبالعمل في كل لحظة، ولكن في الخلوة ليس هنالك ممارسة، وفي العبادة وحدها ليس هنالك ممارسة للتوكل، ولكن أنت أمام العدو هنا تقول يا رب فيستجيب الله لك. فالتربية العملية، التربية الميدانية هي التربية التي يريدها القرآن، وهي التربية القرآنية، التربية العملية. أيها الإخوة، التربية العملية هذه دعي فيها المسلمون لتبليغ هذه الرسالة ولتقديم أنفسهم في سبيل هذه الرسالة. اختبروا بهذا، اختبروا بأعز شيء لديهم وهو تقديم أرواحهم، اختبروا بأعز شيء لديهم وهو تقديم أرواحهم. أنت تحب الله؟ إن كنت تحب الله حقا هل تستطيع أن تقدم روحك في سبيل الله؟ هل تستطيع أن تقدم نفسك في سبيل الله؟ هذا ما يطلبه الله منك. أنا أعتقد حينما نغرس هذا المعنى في نفوس أبنائنا فيمتزج بلحمهم ودمهم، ونغير هذا الفراغ الموجود حاليا. الآن نحن نربي أبنائنا على المطعم والمشرب والملبس والمسكن، نربيهم على، لا نربيهم على هذه المعاني. أقول التربية القرآنية هي تربية ميدانية تربي المسلمون وهم في الميدان. أيها الإخوة، تطلب منهم أن يقدموا أنفسهم. الواقع نجد أن القرآن الكريم يؤكد تأكيدا كبيرا على الهجرة في سبيل الله والجهاد في سبيل الله وبيع النفس في سبيل الله، ويعيد هذا المعنى. ونرى بأن القرآن الكريم دعا المسلمين إلى القتال وندبهم إليه ومهد لهم قبل القتال بممهدات، ثم وقع القتال، وبعد أن وقع القتال وانتهى تنزلت الآيات الكريمة بعد القتال تشير إلى الأخطاء التي وقعت في المسلمين. الواقع أنا أقرأ الآيات التي تنزلت بعد كل موقعة، والله أجد أنه شيء
تشيب له النواصي، شيء عظيم، تربية عظيمة جدا جدا لا يفكر فيها المسلمين. كثيرا ما أقول لبعض الإخوان، الله تباركت أسماؤه عاتب أصحاب بدر، يقولون يعني عاتب رسول الله على الفداء؟ أقول يا أخي أنا أقول عاتب أصحاب بدر. ما لا، لم يتنبه المسلمون إلى أن أصحاب بدر بعد الموقعة عوتبوا عتابا شديدا، وقبل الموقعة مهد لهم بتمهيد ليستقبلوا هذه الموقعة وهم على ذكر. ما هو التمهيد الذي كان قبل موقعة بدر؟ وهذا يشير لكم ويوضح لكم كيف سارت هذه التربية العملية. موقعة بدر كانت في السنة الثانية. في السنة الأولى نزلت سورة البقرة، فكانت سورة البقرة أول ما نزل في هذه المدينة، وبقيت مفتوحة إلى آخر السنوات العشر. ماذا نزل؟ نزل ما يمهد لهذه الغزوة. نزل فيها كتب عليكم القتال وهو كره، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر. نزل فيه يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. نزل في سورة البقرة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. نزل في سورة مستهم البأساء، نزل في سورة البقرة قصة موازية تماما لغزوة بدر. أي قصة؟ قصة طالوت وجالوت. وفي صحيح البخاري عدد المقاتلين مع طالوت يساوي عدد عدة أصحاب بدر. نزلت ممهدة، ونزل فيها شيء شبيه بما وقع في بدر. ما الذي وقع في بدر؟ الذي وقع في بدر إن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. نزل فيها في قصة طالوت، فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. أصحاب طالوت قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، ولكن حلت المشكلة. كيف انحلت المشكلة؟ انحلت المشكلة بفئة من الناس، منهم قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وهذا الذي حصل في غزوة بدر تماما، الذي حصل في غزوة بدر هو هذا تماما. إذن تمهيد بقصة تشبه ما سيقع ليتنبه المؤمنون. هذه هي التربية الميدانية، هذه هي التربية العملية. نريد أن نقوم برحلة، انتبهوا يا إخوان، ربما يقع منا خلاف. إذا وقع خلاف يجب أن يتنازل بالكبير للصغير، يجب أن يكون كذلك. فإذا كنت بصير أنا الذي أقود الرحلة، أتنبأ بما سيقع في الرحلة وأخبركم قبل وقوعه. فإذا وقع كنتم على مثال، وبعد الوقوع نأتي ونتحاسب. هذا الذي حصل. هذه المعاني لو غرسناها في قلوب ناشئة المسلمين، ولو غرسناها في نفوسنا درسا واضحا شديدا قويا، لغيرت منهجة الأفكار، ولكونتنا وجهة أخرى، ولسيرتنا وجهة أخرى.
قال الذين يظنون. شوف حصل تصفيتين، التصفية الأولى في أول أمر قالوا نريد القتال، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. هذه تصفية. إيش يعني؟ يعني ذهب الذين لا خير فيهم وبقي أناس فيهم شيء من الخير. التصفية الثانية، فلما جاوزه قبل، فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس منه ومن لم يطعمه فإنهم فشربوا منه إلا قليلا منه. هذه تصفية ثانية. لاحظت إيه؟ شوف كان عندنا كثير، بقي من الكثير قليل، القليل الذي بقي منه الكثير منه ذهب وبقي القليل. بعد ذلك قال تعالى فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، ما سماهم بالقبل مؤمنين، الآن سماهم مؤمنين، جاوز النهر هو والذين آمنوا معه. هؤلاء الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قامت فئة منهم قليلة، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة. أنا أريد يا إخوة أن تتبصروا بأن هذه نزلت قبل بدر، وعدة هؤلاء الذين بقوا مع طالوت كعدة في صحيح البخاري كعدة أولئك الذين جاهدوا مع رسول الله 313 نفر. وهؤلاء أصحاب رسول الله قالوا يا رسول الله ما أعددنا للقتال عدة، يا رسول الله عليك بالعلم، يا رسول الله ما أخبرتنا. أيها الإخوة، كان فيه تمهيد لموقعه. بعد الموقع أنا أتأمل في هذا، أستاذ 300 خرجوا لقتال 50 فيقابلون 1000، خرجوا ما عندهم فرس، حفاة يمشون على أقدامهم يقاتلون 1000 مقاتل فرسان شجعان صناديد مجهزين بالرماح وبالسهام وبالحسي ويغلبونهم. أنا قلت لو كانت هذه على مستوى البشر لملأوا الدنيا، انتصرنا انتصرنا انتصرنا، ولكن انتبهوا الذي وقع عتاب عتاب. بدأت السورة الكريمة بعتاب وسنت بعتاب. العتاب الأول كان موضوعه المال، والعتاب الثاني كان موضوعه الأنفس، وبعد ذلك انتهت الآيات الكريمة بعد وصف المعركة يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم. تبين عتاب، عتاب يتعلق بالأمثال، عتاب آخر يتعلق بالتردد. أي تردد؟ التردد في القتال. وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. عتاب. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون، أنتم تريدون العير والله تباركت أسماؤه يريد أن يقطع شوكة الكافرين. وبعد هذا العتاب المنن، المنن بعد هذا العتاب المنن. المنة الأولى أمدكم بالملائكة، المنة الثانية أنزل عليكم من السماء الماء، المنة الثالثة غشاكم بالنوم.
المنة الرابعة أوحى إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنات. بعد هذا كله أيها المؤمنون إذا لقيتم الذين كفروا فلا تودوهم. هذه النتيجة لهذه المقدمات في هذه السورة. عتاب في إثره عتاب، وبعد ذلك ذكر للمؤمنين. أيها الإخوة، سورة الأنفال كلها نزلت في هذه الغزوة تربية عميقة دقيقة. إذا لقيتم الذين كفروا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبرا إلا متحرفا. هذه هي التربية القرآنية التي نسيها المسلم، إلا متحرفا بقتال أو متحيزا إلى فئة. حينما نقرأ هذه الآيات ونتأثر بها بهذا الوعي لنغير اتجاهنا في الحياة ولا نبقى على هذا الاتجاه. نحن ناسين في الحقيقة، نحن نسينا الأفضل والأكمل والمهم، واشتغلنا بهذه الدراسات الروتينية هذه في الدائرة التي تضيع علينا في الحقيقة، التي ضيعت علينا مصولنا الكبيرة الهامة. أيها الإخوة، بعد هذا النداء الذي مهد له بما مهد جاءت نداءات مؤكدة ومثبتة. جاء نداء أول يقول يا أيها الذين، بعد هذا النداء بعد قوله تعالى إذا لقيتم الذين كفروا فلا تولوهم الأدبار، جاء من بعده نداء يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. النداء الثاني يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله. النداء الثالث يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله. النداء الرابع يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني يجعل لكم فارقا تفترقون فيه، تتميزون وتختلفون عن الناس جميعا. هذه تربية قرآنية بعد غزوة بدر، ما رأيك يا أبا الجميل؟ بعد أن وقعت الموقعة قال الوحي تعالوا يا أصحاب محمد سألتم عن الأنفال ما كان ينبغي أن تسألوا عنه، تنزلتم عن درجة الإيمان العالية، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. تعالوا إلى نقطة أخرى، خفتم الموت ما كان يجب أن تخافوا الموت. هذه النقطة الثانية. وبعد ذلك وضع الآيات الكريمة قاعدة ووضع حكما من عند الله، لا يجوز لكم أن تفروا لأن الفرار كبيرة المكتب. وأكدت هذه بالدعوة إلى الله، وبعد ذلك ذكر المؤمنون بما كانوا عليه. كيف كانوا؟ كانوا يخافون أن يتخطفهم الناس فآواكم وأيدكم بنصر. وتعود الآيات مرة ثانية إذا لقيتم فئة فاثبتوا. نريد أن نقرأ هذه السورة إن وفقنا الله ونتشبع بهذه المعاني ونحاول أن نتأثر بهذه المعاني. ونريد أن نقرأ بعد هذه السورة من الآيات التي نزلت بعد غزوة بدر. هذا برنامج عندي ولكنه لا يطبق. بعد غزوة أحد نزلت آية ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح. في غزوة بدر
كان هنالك غلبة وكانت الآيات معاتبة في غزوة أحد، كان هناك ضياع للنصر، فكانت الآيات تلمس القلوب وتداوي وتقول لهم احذروا لا تهنوا، يجب أن لا يتسرب الوهد دم. هذه تربية من عند الله. ليش بعد أن ينتصر الجيش تقوم الزغاريل وتقوم، ما في أحد يجي يقول له يا فلان أنت أخطأت، صحيح انتصرنا لكن أنت أخطأت، أنت قصرت، أنت تعال نحاسبك. لكن الآيات القرآنية بعد هذا النصر العظيم جاءت في السنة الثالثة كانت أخر، في السنة الرابعة كانت غزوة بني النضير، نزلت الآيات القرآنية سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، سبح ولا يسبح، سبح لله، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول مرة، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. في السنة الخامسة كانت سورة غزوة الأحزاب وسورة الأحزاب، ونزل من بعدها آيات في سورة النساء. من بعد غزوة الأحزاب انتهت مرحلة يا أحمد، خمس سنوات المشركون يجادلون، ومن بعدها يقول الرسول اليوم نغزوهم ولا يغزون. شوف المراحل التي مر بها رسول الله، مرحلة مكة، مرحلة المدينة، مرحلة المدينة خمس سنوات الرسول يقاوم المشركين ثم يقول اليوم نغزوهم ولا يغزون. انتهى. في السنة السادسة كانت الحديبية، في السنة الثامنة كان الفتح، في السنة التاسعة دخل الناس في دين الله أفواجا، وتوجه الرسول إلى تبوك ونزلت براءة. هذا العرض لو استطعنا أن ندرسه عن قديم ونتشبع بمعانيه يكون شيء طيب جدا جدا، يكون من هذه النفوس شيئا آخر. الطريقة التي نريد أن نمشي فيها، نريد أن نقرأ في ابن كثير حتى يكون البحث علمي ويكون من بعد ذلك تعليم على ما ذكر ابن كثير. ففي اليوم القادم الأربعاء القادم إن شاء الله نريد أن نحضر الكتاب ونبدأ بسورة الأنفال مرة ثانية بالقراءة الكتاب ونعمل. أريد أن أطرح أسئلة لتفكروا فيها للمرة. لما بدأت السورة بالعتاب ولم تبدأ بذكر النصر؟ لما بدأت بالعتاب في موضوع الأنفال ولم تذكر الترتيب الزمني؟ ما كان موضوع العتاب الأول وكيف عولج؟ كيف انتقلت الآيات من العتاب الأول إلى العتاب الثاني؟ وما هو موضوع العتاب الثاني وكيف عولج العتاب الثاني؟ هذه أسئلة يمكن أن نفكر فيها، يمكن أن نجيب عنها إن شاء الله في الجلسة القادمة. الحمد لله رب العالمين. الاستقامة عليه ولمن أراد اتباعه والأخذ به والسير عليه. ولهذا قال عز وجل قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال سبحانه وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرغوا عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه وصية الله أن نلزم سبيله وصراطه وأن نعتصم بحبله فلا نعبد معه غيره سبحانه وتعالى بل نعبده وحده جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين
فعلينا أن نستقيم على ما شرعه لنا وأن نعبده وحده في صلاتنا وصومنا وحجنا وزكاتنا وسائر أحوالنا، وأن نلزم شرعه في معاملاتنا وجميع خصوماتنا وجميع ما يهمنا في الطلاق في النكاح في الحدود في الأوقاف في كل شيء، كما أن علينا أن نلتزم بشرعه في العبادات من صلاة وصوم وحج وغير ذلك. وليس لأحد الخروج عن دين الله وشريعته، بل على الجميع أن يلتزموا بصراط الله المستقيم وأن يثبتوا عليه وأن يستقيموا عليه وأن لا يتعدوا حدوده وأن يعرضوا ما تنازعوا فيه واختلفوا فيه على كتاب الله وعلى سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فما حكم الله به أو رسوله صلى الله عليه وسلم وجب الأخذ به والاستقامة عليه، وما نهى الله عنه ورسوله وجب تركه والحذر منه. هذا هو الصراط المستقيم، وهذا هو الاعتصام بحبل الله الذي أمر الله في قوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله ودينه، حبل الله ودينه وكتابه العظيم وسنة نبيه الأمين عليه الصلاة والسلام. فالصراط المستقيم هو ما دل عليه كتاب الله وما دلت عليه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويقال له صراط الله، ويقال له حبل الله، ويقال له دين الله، ويقال له الإسلام، ويقال له الإيمان، ويقال له الحق، ويقال له الهدى، ويقال له البر، ويقال له التقوى. فما شرع الله لنا وعلمنا إياه وأوجبه علينا هو التقى وهو البر وهو الهدى وهو الإسلام وهو الإيمان وهو الحق وهو الصراط المستقيم وهو حبل الله وهو دين الله. أسماء متنوعة ومؤداها واحد، هو الحق الذي بعث الله به نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، هو صراط الله المستقيم، هو العلم النافع والعمل الصالح المأخوذان من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فعليك أيها المسلم وعلى كل مسلمة من جن وإنس من عرب وعجم من سائر أقطار الدنيا، عليهم أن يلتزموا بحبل الله وأن يأخذوا بشرع الله في أنفسهم وفي غيرهم. هذا هو الواجب على جميع أهل الأرض من الجن والإنس، أن يلتزموا بهذا الأمر وأن لا يحيدوا عنه. ولو خرج الأكثرون فعليك أن تلزم الحق ولو كنت وحدك. لو فرضنا أن أهل الأرض كلهم خرجوا عن صراط المستقيم وكلهم لم يعتصموا بحبل الله وأنت تعلم الحق، فعليك أن تلتزم، عليك أن تلزم الحق وتعتصم بحبل الله ولو كنت وحدك في أي مكان، في شعب من الشعاب، في جبل من الجبال، في قرية من القرى، في مدينة من المدن، عليك أن تلتزم بحبل الله وعليك أن تعتصم بشرع الله ولو كنت وحدك ولو فارقت أهل الأرض كلهم. فلو فرضنا أن أهل الأرض جميعا أشركوا بالله ليس لك أن تشرك بالله، ولو فرضنا أن أهل الأرض كلهم لم يصلوا عليك أن تصلي، ولو فرضنا أن أهل الأرض كلهم لم يزكوا عليك أن تزكي، ولو فرضنا أن أهل الأرض كلهم لم يصوموا رمضان عليك أن تصوم رمضان، وهكذا كل ما أوجب الله عليك عليك أن تستقيم عليه ولو كنت وحدك، ولو يكون معك إلا الفرد أو الاثنان أو الثلاثة أو الأقل أو الأكثر. فدين الله مقدم، وصاحب الحق هو الجماعة وهو الموفق وهو المهدي وإن كان وحده. ثم هذا الحق الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه وأزى به الناس وفرضه عليهم ودين الله، من استقام عليه وسار عليه فهو موعود بالنصر وموعود بالتمكين في الأرض وموعود بالتأييد. فأسباب التمكين في الأرض هو لزوم صراط الله والاستقامة على أمر الله والثبات على الحق. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فوعد سبحانه أن من نصره نصره، من نصر دين الله نصره الله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال عز وجل: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ثم بين منصور من هم فقال: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة
وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هؤلاء هم منصورون، هؤلاء هم اللي وعدهم الله بالنصر اذا مكنهم الله في الارض وتولوا امور الناس، اقاموا الصلاه يعني حافظوا عليها والزموا الناس بها وادوا الزكاه كما شرع الله، وامروا بالمعروف يدخل في ذلك الامر بالصيام بالحج بالجهاد وغير ذلك، ونهوا عن المنكر يدخل في ذلك النهي عن الشرك والمعاصي كلها. هؤلاء هم المنصورون، هم موعودون بالتمكين في الارض اذا نصروا دين الله، استقاموا على دين الله ولو قلوا ولو كانوا قليلين. بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم في افراد من الناس فلم يزالوا يزيدون بتمسكهم بدين الله ودعوتهم الى الله، ما زالوا يزيدون وينصرون حتى مكنهم الله في الارض، حتى ملكوا الدنيا وصارت لهم القياده والسياده في الارض، وصار الناس بعد ذلك ما بين داخل في دين الله